في تصريح للشبيبة كشف مسؤول في أمن المعلومات أن 57% من البرامج والتطبيقات المجانية التي يتم تحميلها على الهواتف والأجهزة اللوحية داخل السلطنة هي برامج تجسس، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات كشفت أن أكثر من 90% من برامج تطوير الهواتف النقالة هي في الأصل برامج للتجسس. وحذر مدير عام أمن المعلومات بهيئة تقنية المعلومات الدكتور بدر بن سالم المنذري من خطورة البرامج والتطبيقات المجانية المتاحة للهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، واصفاً إياها ببرامج تجسس. نعم، طبعاً البرامج المجانية هي برامج موجودة ومتوفرة بالمجان. في كثير من الأحيان يعني لا يستطيع الشخص تحديد هوية الشخص الذي قام بصنع أو ببرمجة مثل هذه البرامج، غالباً ما يتم ذكر أسماء شركات وأسماء أشخاص وهميين. في كثير من الأحيان تقوم هذه البرامج بأداء المهمة يعني التي تدعي أن تقوم بها مثل برامج التصوير وغيره، ولكنها تقوم بتحميل برامج تجسس للتجسس على المستخدمين سواء لأغراض تجارية أو لأغراض أمنية. وجدت دراسات كثيرة أنه في إحدى الدراسات مثلا أنه أكثر من 90% من تطبيقات الجوال المجانية هي عبارة عن برامج تجسس. نحن وجدنا عندنا في السلطنة أنه 57% من البرامج المجانية التي يقوم الأشخاص بتحميلها تحتوي على برامج تجسس. فهنا تنبع خطورة مثل هذه البرامج المتوفرة، هي تقوم ربما بأداء المهمة على يعني التي تدعي القيام بها، ولكنها تقوم بالتجسس على المستخدم إما لأغراض تجارية وأرسال بياناته أو ربما بيعها أيضا لشركات مختصة أو التجسس عليه لأغراض أمنية وغيرها. طبعا طيب، كيف يستطيع المستخدم الأجهزة اللوحية أو الهواتف النقالة حماية نفسه وحماية جهازه من برامج التجسس؟ نعم، طبعا الحماية بشكل عام من وجهة نظري الشخصية أنه الأهم شيء ممكن يقوم به المستخدم هو توعيته وتثقيف نفسه باستمرار. اليوم نحن نستخدم التقنية بشكل يومي، يعني معظم ساعات اليوم بطريقة أو بأخرى، في البيت في تقنيات مختلفة، في السيارات فيها تقنيات مختلفة. اليوم السيارة في المتوسط حسب دراسة تحتوي على أكثر من 100 تقنية مختلفة. الجهاز الجوال طبعا نقوم باستخدامه باستمرار، فأفضل وسيلة للحماية هو تثقيف أنفسنا.